بونجور تو الموند بيان فيني دان نوفيل فيديو معكم سفير كميري فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو غادي نحاولوا نعطيو فيه يعني كاع الحوايج المهمين في لي طالوفيت، يعني غادي نشوفوا كاع الحوايج اللي خاصكم تعرفوا في لي طالوفيت. كما كتعرفوا ان الاكزام يعني قرب ما بقاش ليه بزاف، وغادي يعني نحاول نعطيكم كاع الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم. ومن بعد ان شاء الله في اخر فيديو غادي نعطيكم واحد يعني 20 كيسيون ديال لي زيكزام، يعني باش هكا يعني تضبطوا الامور ديالكم، يعني 20 كيسيون ولا 21 كيسيون بحال هكا كما درت معكم في الكور موفيت. لحقاش الكور موفيت انها قلنا غتحط كيو سي ام، وبالنسبه لي طالوفيت المهم غادي نحاول نعطيكم هادشي باش تحفظوا بحال هكا. وبون كوراج ان شاء الله. وغادي نعطيو غير الحوايج اللي مهمين، يعني غنعطيو غير الحوايج اللي مهمين اللي خاصكم ضروري تكونوا عارفينهم. اول حاجه يعني بحال البارتي الثانيه، البارتي الاولى كتهضر على لي طالوفيت، غنحاولوا نهضروا شويه على لي طالوفيت باش هكا يعني تمشيو تاخذوا واحد الفكره عليهم بصفه عامه، وعن دخلوا يعني لي سيانوباكتيري او ما يسمى لي سيانوفيسي. شنو هي اول حاجه لي طالوفيت؟ يعني لي طالوفيت فهي راه يعني مثلا نقدر نعطيكم شي طابلو يقول لك لي ديفيرونت ما بين لي طالوفيت ولوكوموفيت، ولكن حنا في هذا الفيديو غادي نهضروا غير على لي طالوفيت. لي طالوفيت فهما يعني انا جبت لكم دابا يعني هادشي اللي غنقول لكم راه غديروا لي ديفيرونت ديالو في لوكوموفيت. يعني لي طالوفيت اون ديكري كوم ان فيجيتو دو فيجيتو انفيريو، هما واحد النباتات يعني كتكون انفيريو نون فاسكيلاريزي وكتكون سون فيل نتيج نيغاسين. يعني هذه هي لي طالوفيت، يعني كتكون واحد لي فيجيتو اللي هما كيكونوا انفيريو وكتكون نون فاسكيلاريزي وكتكون سون فيل، يعني ما عندهاش لا اوراق لا ساق لا جدر لا حتى حاجه، يعني بوسيد دي ستركتور اي ديفيرونسيي. ولا نتوما يعني تحاولوا تعرفوا غير انها يعني ما عندهاش لا تيج ما عندهاش لا غاسين ما عندهاش الاوراق، وكتكون سوسون دي فيجيتو انفيريور فوالا. يعني دابا غادي نشوفوا. وبالنسبه لاباغي فيجيتاتيف ديال لي طالوفيت فهذا ضروري خاصكم تعرفوا، يعني لاباغي فيجيتاتيف تو سامبلومون كيتسمى طال، ياك على العكس ديال لاباغي فيجيتاتيف ديال لو كورموفيت اللي كيتسمى الكورميس. يعني لاباغي فيجيتاتيف ديال لي طالوفيت فهو لطال، لاباغي فيجيتاتيف ديال لي طالوفيت فهو لطال. هاد الطال اشنو المميزات كذلك اللي كيمتاز بها؟ حتى هو ما كيكونش فيه لا تيج لا غاسيل لا فول، يعني فهو يعني لابسونس دو تيسي سبيسياليزي، يعني ما فيش لي تيسي سبيسياليزي. دابا غندوزو يعني لا روبروديكسيون ديال لي طالوفيت. لا روبروديكسيون ديال لي طالوفيت عندنا لا روبروديكسيون اسيكسيي اللي هو التوالد الجنسي، وعندنا التوالد الجنسي اللي هو لا روبروديكسيون سيكسيي. لا روبروديكسيون اسيكسيي اون اون سيلول بو برودوي ان نوفيل انديفيدي، يعني تحاول تحفظ غير السطر مثلا اللي تحطك في كيس ام ولا شي حاجه، فهو اون اون سيلول او اون سيلول بو برودوي ان نوفيل انديفيدي. وبالنسبة لا روبروديكسيون سيكسيي فهو ان نوفيل انديفيدي، ان نوفيل انديفيدي بوت نيتخ ا بارتيغ دو غاميت دو دو سيلول سيكسويل. فوالا، يعني هادشي اللي خاصك تعرف كامل على لي طالوفيت، حيت في الاخر يعني غنديرو لي كيستيون. لي كيستيون يعني خاصك يعني تحفظهم، يعني راه ساهلين لي كيستيون. اول حاجة يعني عندنا لي كاركتيغ جينيرو ديال لي سيانوفيسي او ما يسمى بلي سيانوباكتيري، يعني كنحاول نعطيكم غير لي نونسي لي تري امبورتون. كاركتيغ جينيرو ديال لي سيانوفيسي او لي سيانوباكتيري هما سوسون دي زورغانيزم فوتوسانتيتيك، يعني كيديرو لنا لا فوتوسانتيز، سوسون دي زورغانيزم فوتوسانتيتيك وكيتكلاسيو لنا دون لو دومين او باكتيري. يعني حاول غير تسجل هادشي، ce sont des organismes photosynthétiques et classés dans le domaine de eubactéries ou qui vivent dans le milieu aquatique, yani l'amakin li fiha al ma' ou l'environnement 3.5 milliards d'années ou huma de petite taille. دابا غادي نشوفو يعني لاسيتولوجي ديال لي سيانوفيسي او ما يسمى بلي سيانوباكتيري. ف لا سيلول دي سيانوباكتيري بريزون اون اورغانيزاسيون غولاتيفمون سامبل دو بروكاريو، عندنا دو زون ديفيرونسي برينسيبالمون بار لو كولو، عندنا جوج ديال لي زون ديفيرونسي برينسيبالمون بار لو كولو. عندنا اول حاجه عندنا هي لو كروماتوبلازم بيريفيريك كولوري. شنو قلنا؟ قلنا زعما عندنا انا جوج ديال لي زون لي هما ديفيرونسي برينسيبالمون، عندنا لو كروماتوبلازم بيريفيري كولوري وعندنا لو سنتروبلازم غرانولي اي ان كولور.
غادي نشوفوا لو كروماتوبلازم بيريفيري كولوري باش كتمتاز. قالك با ان كومبلكس بيغمونتير تري جينيرالمون بلو فيرج ايل كومبرون ان سيستيم دو ساك تري بلاج او تيلاكواد. يعني غنعاود لكم هادي لو كروماتوبلازم بيريفيري كولوري par un complexe pigmentaire très généralement bleu vert. Il comprend un système de sacs très plates ou tilaquois. Ou maintenant, le centroplasme granulé et N couleur. هذا باش كيمتاز كذلك كيمتاز غون فورم دو نومبر غرانول إلي أوكوبي بار أن أماس دو فان فيلامون. أنا عاود لكم هادي غون فورم دو نومبر غرانول إلي occupé par un amas de fins filaments. Nous avons la cytologie des cyanobactéries, nous avons la structure de l'appareil végétatif des cyanobactéries. Je n'ai pas bien dit de l'appareil végétatif des cyanobactéries. Maintenant, l'otal est généralement microscopique. Et la structure de l'otal est généralement microscopique. De structure simple, ou un binia عنده كتكون simple يعني سهله avec deux types principaux. Ou عندنا فيه جوج لو تيب هاد يعني la structure de l'appareil végétatif ديال السيانوباكتيري فهو كيكون لوطال est généralement microscopique. De structure simple, واحد البنيه اللي هي simple avec deux types principaux. جوج لو تيب عندنا اللي فيه عندنا كوكوات اللي هو اللي كتكون فيه لي سيلول بوتيت او دو بوتيت سيلول وعندنا فيلامونتوز اللي كتكون فيه لي سامبل فيلامون يعني فيلامونتوز اللي هو سامبل فيلامون. هادشي اللي كاين في هاد لي ستركتور دو لاباري فيجيتاتيف ديال لي سيانوباكتيري. قلنا انه يعني جينيرالمون ميكروسكوبيك دو ستركتور سامبل يعني وفيه جوج الانواع اللي هو كوكوات اللي كتكون فيه لي سيلول بوتيت وفيلامونتوز اللي كتكون فيه سامبل فيلامونت. يعني دابا غندوزو لا ريبروديكسيون ديال لي سيانوباكتيري او لي سيانوفيسي. بالنسبه لا ريبروديكسيون ديال لي سيانوباكتيري او لي سيانوفيسي فما فيش يعني لا ريبروديكسيون سيكسيي يعني ما فيش التوالد الجنسي يعني ابسونس دو ريبروديكسيون سيكسيي وفيه غير لا ريبروديكسيون اسيكسيي يعني فيه غير التوالد اللاجنسي. وهذا التوالد اللاجنسي ايرياليزي كيتريالزنا بار لا سيسيباريتي يعني بار لا سيسيباريتي عفوا كذلك بار لا ميتيبليكاسيون بار هرمونيي كذلك par la multiplication par formation des spores les catséwina et les catséwina unicellulaire est égal cocospore et les chilikins la reproduction des cyanobactéries qui est un animal douche et l'absence de reproduction sexuée fait rire la reproduction asexuée ou la reproduction asexuée qui est réalisée la séparité, la multiplication par homogonie ou la multiplication par formation des spores les catséwina unicellulaire est égal cocospore. D'abord, on va essayer de voir l'intérêt du cyanobactéries ou mais seulement le rôle du cyanobactéries. L'intérêt du cyanobactéries ou dans l'exemple direct l'intérêt du cyanophysée ou le rôle du cyanobactéries sera la même chose. يعني حاول ندير لكم يعني لي رول اللي هما تري فاسيل وما سامبل يعني باش نسولكم عليهم ولا عطاوكم لها باش كلكم السؤال ولا شي حاجه تحاولوا تعرفوهم. اول حاجه عندنا هو غودويزون لو سي او 2 اون ماتيا اورغانيك يعني غودويزون لو سي او 2 في الماده العضويه. وعندنا لا فيكساسيون دو لازوت اتموسفيريك وعندنا رياليزون لا فوتوسينتيز يعني عندنا غير هاد الثلاثه اللي كاينين والاهم فيهم فهو فيكساسيون دو لازوت اتموسفيريك ورياليزون لا فوتوسينتيز. الاولى هي غودويزون لو سي او 2 اون ماتيا اورغانيك يعني ثلاثه اللي كاينين الله يجعل البركه. دابا غادي نحاولوا نشوفوا البارتي الثانيه اللي هي لي تري امبورطون ومهمه بزاف اللي هي لي طالوفيت اوكاريوت. لي طالوفيت اوكاريوت هي لي تري امبورطون ومهمه بزاف يعني تو سامبلومون هاد لي طالوفيت اوكاريوت فهما كيتشكلنا لنا من جوج يعني فورم 2 فورم 2 كيكون عندنا لي زارك اللي هما الطحالب وعندنا لي شامبينيون. عندنا مثلا في الكيسيون كيقدروا عندك مثلا لي طالوفيت اوكاريوت واش كتكون لينا يعني كتشكل لينا من لي زارك ولي شامبينيون فهي فري يعني كتشكل لينا غير من لي زارك ومن لي شامبينيون طبيعي الحال هادو هما الاساسيين. وبالنسبه للي زارك يعني خاصك تحاول تعرف لي ديفيرونس ما بين يعني لي زارك ولي شامبينيون. بالنسبه للي ديفيرونس فالوطال فهو
لي زالغ فهو كيكون يعني كيكونوا اوتوتروف يعني كيقدروا يديروا لنا لا فوتوسينتيز يعني اوتوتروف يعني قادرين على يديروا التركيب الضوئي وكيكونوا يعني اكواتيك على العكس ديال لي شامبينيون كيفاش كيكونوا كيكون الطال ديالهم سميتو الميسينيا ياك الطال ميسينيا وكيكونوا هيتيروتروف يعني العكس ديال الاوتوتروف كيكونوا غير قادرين على التركيب الضوئي وكيكونوا اغي ايغي ماشي اكواتيك يعني الزالغ كيكونوا اكواتيك ولي شامبينيون كيكونوا ايغي غادي نبداو نتعمقوا في واحد يعني كل واحد على حيطه غنبداو بليزارك ليزارك اللي هما الطحالب او ما يسمى الفيكوفيت يعني الا لقيتو حتى لي فيكوفيت راه هما يعني ليزارك ليزارك كيساويو لنا لي فيكوفيت عندنا ثلاثه الانواع ديال لي برونشمون برينسيبو ديال ليزارك يعني اون دي سان تخوا غران كو برونشمون برينسيبو ديال ليزارك عندنا ليزارك فير كيتسمى ليزارك فير يعني كلوروفيت وعندنا لي زالغ برين لي هما كروموفيت وعندنا لي زالغ رودوفيت هادو هما ثلاثه لي برونشمون برينسيبو ديال لي زالغ عندنا لي زالغ فيرت كلوروفيت لي زالغ برين كروموفيت وعندنا لي زالغ رودوفيت دابا غادي ندوزو لي شامبينيون لي شامبينيون او ما يسمى كذلك حتى الميكوفيت يعني الا لقيتو حتى الميكوفيت راه هما لي شامبينيون لي شامبينيون اشنو قلنا عليهم قلنا انهم كيكونوا هيتيروتروف وكيكونوا ايغين ياك هادشي اللي قلنا يعني في الاول وحاولوا تزيدوا يعني هاد المميزات وما تقدروا تلقاو في لي زيكزام شي حاجه بحال هكا ابسونس دو بيغمون كليروفينيا ياك ولا باغي فيجيتاتيف ديالهم كيكون نون ديفيرونس قال لك ديفيزي اون دو غروب سولون لورغانيزاسيون دو طار يعني كما شفنا يعني في لي زالغ شفنا انه ثلاثه يعني كينقسموا لثلاثه الانواع اللي هما برينسيبو هنا كينقسموا لنا جوج لي غروب سولون لورغانيزاسيون ديال لي طار عندنا لي سيفوميسات وعندنا كذلك يعني لي سيبتوميسات عندنا لي سيفوميسات لي سيبتوميسات لي سيفوميسات خاصكم تعرفوا يعني باش كتمتاز ولا شنو هي هاد لو سيفوميسات حيت حنا قلنا كنقاسو كيقاسمو لنا دو غروب هاد لي سيفوميسات هما سون لي شامبينيون انفيريور هما واحد لي شامبينيون اللي كيكونوا انفيريور دون لوطال ديالهم دون لوطال اي نون كلوزوني نون كلوزوني يعني طال كيساوي لنا طال سيفوني وعندنا النوع الثاني اللي هو لي سيبتوميسات ولا كيتسمى كذلك او اوميسات يعني الاول قلنا هو لي سيفوميسات اللي هو سو سون دي شامبينيون كيكونوا انفيريور دون لوطال اي نون كلوزوني ني اي ايغال طال سيفوني وعندنا الاخرى هي الثانيه هي لي سيبتوميسات فما سو سون دي شامبينيون اللي كانوا اخرين انفيريور فهادو كيكونوا سوبيريور سو سون دي شامبينيون سوبيريور دون لوطال اي كلوزوني اي ايغال طال سيبتي الاخرى كتساوي لنا طال سيفوني وهذه كتساوي لنا طال سيبتي دابا غادي نرجعوا لي زالغ لي زالغ قلنا كينقسموا لنا لثلاثه الانواع ديال لي زالغ يعني لي تيب ديال لي زالغ ولكن دابا غادي نشوفوا لي تيب ديال لي طال ديال لي زالغ يعني الانواع ديال لي طال ديال لي زالغ ماشي لي تيب ديال لي زالغ يعني شفنا لي تيب ديال لي زالغ هما ثلاثه ولكن دابا غنشوفوا الانواع ديال لي طال ديال لي زالغ يعني لي تيب دي طال شي لي زالغ اون ثلاثه ديال لي تيب ثلاثه الانواع اللي عندنا يعني عندنا ارشي طال بروتو طال طال اكلادوم ارشيطال بروتوطال طال اكلادوم هادو هما الثلاثه غادي نشوفو كل واحد باش كيتميز حيت كتهضر في لي زيكزام بزاف هادي يعني بالنسبه لارشيطال ما تنقدروا نعطيو لكم شكل كتسام ولا شي حاجه حنا غنشوفو لي كيسيون اللي غتقدروا تلقاوها لارشيطال فشنو هو يعني باش كيمتاز لا ستريكتور ديالو كتكون لا بلو بريميتيف دي طالوفيت دي طالوفيت وهو كيكون اي ان تيب سي ان تيب موان ايفولي كيكون موان ايفولي اي كونستيتي دو سيلول فيجيتاتيف سامبلابل كيتكون من واحد لي سيلول اللي هما فيجيتاتيف كيكونوا سامبلابل يعني تقريبا كيكون عندهم لا ميم رول لا ميم اي حاجه سي ان تيب موان ايفولي اي كونستيتي دو سيلول فيجيتاتيف سامبلابل فوالا هادشي اللي كاين وندوزو للبروتوتال البروتوتال كيكون كل عكس ديالو فيك لاخر اللي كيكون موان ايفولي هاد البروتوتال كيكون لو بلو ايفولي و بلو كومبلكس يعني كيكون معقد اي كونستيتي دو فيلامون غاميفي كيتكون لينا واحد لي فيلامون كيكونوا غاميفي غندوزو لوطال اكلادوم اللي هو الثالث اللي هو الطال النوع الثالث طال ا ستركتور كومبلكس حتى هو عنده واحد ستركتور ديالو البنيه ديالو كومبلكس معقده كونستيتي دو بليزيور كاتيغوري ديال لاكس كونستيتي بليزيور كاتيغوري داكس
avec un axe préférentiel de croissance. On a trois les كاينين غادي نتعمقوا كل واحد ونعرفوا باش نو خاصو باش يمتاز. قلنا انه لارشيطال كيكون يعني مو ايفولي وكتكون لا ستراكشر ديالو يعني بلي بريميتيف ديال الايطالوفيت يعني. فغادي نشوفوا يعني انواع ديال هاد الارشيطال. انواع ديال الارشيطال عندنا جوج الانواع, عندنا ارشيطال بلوريسيلولار وارشيطال يونيسيلولار. عندنا جوج الانواع ديال لي ارشيطال, ارشيطال يونيسيلولار ارشيطال بلوريسيلولار. Archétal pluricellulaire, enfin les cellules végétatives ayant toutes les mêmes potentialités, restant unis en amasse de formes variées. Les humains archétal palmétalois. Les humains archétal palmétalois. يعني لي زارشيطال بلوريسيلولار هادشي باش كيتميزو كيتميزو لينا. يعني عندنا لي سيلول فيجيتاتيف ايون توت لي ميم بوتونسياليتي ريستون اونيس اون اماس دو فورم فاريي اللي هما كيتسماو ارشيطال بالميلوات. غادي نشوفو لي زارشيطال اونيسيلولار, يعني لي زارشيطال اونيسيلولار تو سامبلومون. عندنا لي سيلول ايسو دان سبوروسيست restent unies entre elles après leur émission et maintenues ensemble par un mucilage, les colonnes archétales synoviales. D'abord, il y a deux autres, il y a le nématotal ou le prototal, le one tiny, l'étal, l'étal. يعني ديجا عرفنا يعني كيما عرفنا ان لي زارشيطال كيتكونين من جوج, يعني ارشيطال انيسيلولار ارشيطال بلوريسيلولار. فغنشوفو يعني لو بروتوتال اللي هو المكونات ديالو كيتكون يعني عندنا هيتيروتريش ولا كيتسمى كذلك بو كومبلي ولا كيتسمى كومبلي. هاد هيتيروتريش يعني كونستيتيو دو فيلامون دريسي اي رومبون, كيتكون واحد لي فيلامون لي مدريسي اي رومبون. وعاد عندنا هوموتريش, هوموتريش كيتكون لنا ان سول تيب دو فيلامون دريسي او رومبون. إما كتكون غير من واحد تيب واحد, يا إما فيلامون دريسي ولا رومبون, ولكن هيتيروتريش كتكون لنا من جوج, يعني فيلامون دريسي و رومبون. هاد هوموتريش فيه جوج أنواع, يعني فيه يا إما بروستري ولا عندنا إيريكتي. بروستري فهو كونستيتيو سولمون دو فيلامون رومبون بيان ديفلوبي, لي فيلامون دريسي إيتون ريديمونتير. وهاد إيريكتي فهو كونستيتيو أونيكمون دو فيلامون دريسي سون فيلامون رومبون, يعني مكاينش لي فيلامون رومبون غير لي فيلامون دريسي. عندنا ثالث نوع, عندنا قلنا ثلاثه الانواع اللي عندنا في هذه الخطوط. عندنا هيتيروتريش وموتريش وعندنا يونيسيلولار. يونيسيلولار تقريبا لا ميم شوز اريكتي ميل اني ريدوي, كيكون اريكتي كما قلنا ان اريكتي كيتكون لنا من لي فيلامون دريسي صافي, يعني اريكتي ميل اني ريدوي اون سيلول ارشيتاليان بازال كي نون جوندر بلوس اوكان فيلامون. دابا غادي نشوف واحد لي ديفيرونتي ديال لي فيلامون شحال يعني شنو هما لي ديفيرونتي ديال لي فيلامون. عندنا هابلوستيك وعندنا ديبلوستيك وعندنا بوليستيك. هادو هما لي ثلاثه لي ديفيرون ديال الفيلامون, يعني هابلوستيك ديبلوستيك بوليستيك. يعني غندوزو النوع الثالث اللي هو ليطال اكلادوم. ليطال اكلادوم كيتكون لينا من جوج الانواع, يا اما لوكلادوم بريمير ولا لي بلوريد. غادي ندوزو دابا شي لي شامبينيون, غادي نحاولو نعطو يعني لي ديفيرون تيب ديال ليطال. عطينا غير الانواع ديال لي شامبينيون, دابا غنعطيو لي ديفيرون تيب ديال ليطال. يعني عندنا عندنا طال بلاسموديو, ولكن كما شفنا ان في لي زارك عندنا يعني ارشيطال, هادو عندهم طال بلاسموديو اللي كيتسمى يعني بلاسمود, ولا كيتميز لنا بلاسمود شي لي ميكسوميسات. وعندنا الثاني بحالو بحال لي زارك اللي هو البروتوطال اللي هو هنا في لي شامبينيون تيبيك او سامبليفي. وعندنا طال اكلادوم اللي بحالو بحال لي زارك اللي هو هنا في لي شامبينيون اونيكمون دون لوردر ارشييك دي اكسوميسات. دابا غنشوفو لوغانيزاسيون مورفولوجيك دو طال ديال لي شامبينيون بطبيعة الحال. عندنا اول واحد اللي هو ليطال ميسيليوم. ليطال ميسيليوم فكتحط بزاف صراحه بزاف ملي تلقاو في لي زيكزام. كومبوزي فينالمون جينيرالمون رومبون اي توجور ا ستريكتور تيبيلي اي راميفي. سات فيلامون سون دو دو تيب, في هاد الفيلامون كيكون فيها جوج لي تيب, يعني كيكون عندنا ميسيليوم كلوازوني اني نوكليي ولا كيكون ميسيليوم سيفوني. كما قلنا عندنا يعني ليطال ميسيليوم, عندنا حتى ليطال بورجيمون. هاد ليطال بورجيمون فهو سيغتان نومبر دو شامبينيون بريزونطون ان طال اونيسيلولار.
دابا غادي نحاول نعطيكم على شي حوايج اللي ما درناهمش يعني سواء في هذا الفيديو في الاول سواء في المهم غنحاول نعطيهم لكم لي ديفينيسيون ديال مثلا ديال بيغينوار. شنو هي لي ديفينيسيون ديال بيغينوار؟ فهي سي ان ستركتور سيلولار انترن او كلوروبلاست دي زالغ اي كونسيرن دي انزيم ريسبونسابل دو لا فوتوسينتيز. شنو هما كذلك يعني لي ديفيرون تيب ديال لاباراي بلاستيديو؟ عندنا ثلاثه الانواع ديال لاباراي بلاستيديو. بالنسبه لي ديفيرون تيب ديال لاباراي بلاستيديو فعندنا ثلاثه، عندنا تيب يعني ارشيو بلاستيد، وعندنا ميس بلاستيد، وعندنا نيو فاستيدي. ميس بلاستيدي نيو فاستيدي. دابا نشوفو لي ديفينيسيون ديال الستيغما. لو ستيغما سي تو ستركتور بيغمونتير لوكاليزي دون le cytoplasme ou dans le chloroplaste qui jouait un rôle très important dans la réception de la lumière et l'orientation de déplacement de la cellule mobile. D'abord, il faut la ramification d'étale. La ramification d'étale, définition de la, ce sont les prototales et l'étale à cladome qui peuvent se ramifier, ce qui n'est pas le cas chez les archétales. Les types de ramifications, il y a irrégulier, il y a alterne, il y a opposé, il y a vertical, il y a الخامس فهو ديكتون. يعني دابا غادي ندوزو للبارتي ديال لي طالوفيت اللي هضرنا عليها دابا، يعني الاسئله اللي ديال لي زيكزام اليوم على شكل كيسام. شنو قال لك؟ قال لك كلشي لا ريبونس جوست. شنو هي لا ريبونس لي جوست؟ راه لي زيكزام راه كاين فايت محطوط، يعني نبغى تشوفو راه على شكل كيسام. يعني كيقول لك كلشي لنا لي بون ريبونس. عطيك اول حاجه لي بروكاريوت. لي بروكاريوت سون، يعني غنعطيكم غير لي الجواب الصحيح باش تحاولوا تحفظوا غير الجواب الصحيح باش لقيتوها في ليزيكزام ولا عطاو ديفينيسيون ديالها تحاول تكتبها ليهم. لي بروكاريوت غوبريزونتي باغ لي باكتيري اي لي سيانوفيت شي لي طالوفيت. فوالا هذا هو الجواب الصحيح. وعندنا لوطال لي شامبينيون فهو اي ان ميسيليوم كي بيت اتر كلوازوني او نو، هو اللي شفنا قبيله يعني لو ميسيليوم ديال لوطال لي شامبينيون. وعندنا كذلك لي شامبينيون بارازيت. لي شامبينيون بارازيت سو نوريسون دو لا ماتيير اورغانيك فيفون اي فيفون او ديبون دوتر اورغانيزم فيفون. هذا هو الجواب الصحيح. وعندنا كذلك يعني هنا لا ريبرودكسيون اسيكسيو ديال لي طالوفيت، فهي او اون سيلول بيس برودوير ان نوفيل انديفيدي، و لا ريبرودكسيون سيكسيو يعني ان نوفيل انديفيدي بيت نيتر ابارتير دو غاميت دو سيلول سيكسيو. ديجا شفنا في الاول يعني. ودابا غادي ندوزو قال لك بور لي تيروتاليزم. Pour l'hétérotalisme, il faut absolument deux signes différents. يعني هذا هو الجواب الصحيح ديالو. وعندنا اون سبور. الجواب الصحيح ديال اون سبور هو اون سيلول دو ريبرودكسيون، هو واحد من الخليه ديال لا ريبرودكسيون ديال التوالد. وعندنا اون كاريوغامي. شنو هو هذا الكاريوغامي؟ هو واحد لا فيزيون دو دو نويو. وكذلك عندنا لو سبوروسيس. لو سبوروسيس فهو اكزيست شي لي طالوفيت. وعندنا كذلك ان غاميتوفيت. هذا شنو هو الغاميتوفيت؟ هو واحد لوغان كي برودوي دي غاميت. وعندنا كذلك لو سيب دي لامينير اون كوب ريسبونسابل ا ان فيج. وعندنا يعني اون ميكتوبلو اون ميكتو هابلواد فهو اون فاز او توت لي نويو سونتري اي ماتور. وعندنا كذلك لونفيتاليزم فهو كوش ان هيتيروتاليزم. وعندنا لي كوفرين فهو ابارتيان او فيجيتو. عندنا لو ميسيليوم اللي ديجا شفناه هو الطال ديال لي شامبينيون، فهو اي توجو كونستيتي دو فيلامون فان كودوميان. وعندنا كذلك لا بلانوغامي فهو اون ريبروديكسيون او لي دو غاميت سون موبيل. وصلنا للكيستيون 18. قال لك لو سيكل هابلوميكتو دي كاريوفازيك فهو ان سيكل افيك 3 جينيراسيون افيك اون فاز تري جينيتيك. وعندنا كذلك اون سيكل تري جينيتيك، هذا سؤال اخر اللي هو 19. اون سيكل تري جينيتيك ديبلوفازيك كومبرون. اشنو كتكومبرون لنا؟ اون سول جينيراسيون ديبلوفازيك، هذا هو الجواب ديالها. وعندنا لي سبور اندوجين، شنو هو الجواب ديالو؟ فهو سون فورمي دون ان سبوروسيست.
عطينا كذلك هنا لي طالوفيت. لي طالوفيت سون ريبريزونتي اونيكومون بار لي شامبينيون اي لي زارك، يعني معروف ان لي يعني لي طالوفيت اوكاريوت كتكون من لي زارك ومن لي شامبينيون، يعني هذا هو الجواب الصحيح. يعني لي طالوفيت سون ريبريزونتي اونيكومون بار لي شامبينيون اي لي زارك. دابا غنشوفوا لي زارك، يعني لي زارك ديجا عرفنا انها كتكون يعني اوتوتروف وكيكون يعني كتكون اكواتيك الى غير ذلك. المهم لي زارك سون دي فيجيتو قالك انا انفيريور اوتوتروف، يعني هذا هو الجواب الصحيح. عندنا هنا لي سيانوباكتيري او لي سيانوفيسيل اللي شفنا في الاول، شفنا الكاركتير جينيرو ديالو والستركتور ديالو. قالك سون دي بروكاريوت فوتوسينتيتيك، يعني فهذه صحيحه حيت حنا اصلا يعني ما في هذاك لي سيانوباكتيري فكنا كنهضروا هنا يعني لي طالوفيت بروكاريوت، يعني طبيعه الحال اما سون دي بروكاريوت فوتوسينتيتيك يعني كيديروا لنا الفوتوسينتيز. دابا غندوزو لي شامبينيون. لي شامبينيون فاش قلنا عليهم فقلنا عليهم نحاول نذكركم قلنا عليهم انهم يعني كي فهم هيتيروتروف وكيكونوا يعني عندهم واحد الطاه اللي هو ميسيليوم وكيكونوا ايرين. هنا لي شامبينيون قال لك لو باغوا سيلولير يعني الباغوا ديالهم كيكون دو لا ناتور غليسيديف، يعني كتكون دو طبيعه سكريه. واخر حاجه هي لي لوفير. لي لوفير فهو فون بارتي دي ميكرو الك اطال اون سيلولير. يعني هادشي اللي كاين في هاد الكي سي ام. نتمنى لكم التوفيق وبون كوراج يا ربي، يسهل عليكم ربي ان شاء الله في كل شيء، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.